أم ربطت ابنها المعاق في شجرة لمدة 15 سنة بالشرقية. صور الشاب المعاق لما انتشرت على السوشيال ميديا وهو مربوط في الشجرة أثار الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب فعل الأم إن هي تربط ابنها بالشكل ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بداية حلقتنا ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل الجرس علشان خاطر دايما يوصلك كل جديد. النهاردة هنكلمكم عن قصة حزينة جدا ومأساوية لأم ربطت ابنها المعاق في شجرة لمدة 15 سنة بالشرقية. طبعا في بداية الموضوع صور الشاب المعاق لما انتشرت على السوشيال ميديا وهو مربوط في الشجرة أثار الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب فعل الأم إن هي تربط ابنها بالشكل ده. ولكن بعض الناس بتحكم على الصورة من غير ما تعرف الحقيقة، محدش فيهم فكر يعرف حقيقة ليه الأم ربطت ابنها المعاق ده في شجرة لمدة 15 سنة، وإيه الأسباب اللي دفعتها إن هي تعمل كده. تعالوا بينا نعرف ملخص القصة الحزينة والمأساوية لسيدة الشرقية اللي ربطت ابنها المعاق في شجرة لمدة 15 سنة. الأم اضطرت إن هي تربط ابنها في شجرة علشان خاطر إن هي كانت بتغيب في الشغل طول اليوم. كانت خايفة تسيب ابنها كده من غير ما تربطه في شجرة ترجع ما تلاقيهوش او انه يحصل له اي مكروه، خاصة ان هو معاق ذهنيا فمش هيعرف يتصرف في اي موقف يحصل ليه. طبعا بعد ما انتشرت صور الشاب المعاق ذهنيا وهو مربوط في الشجرة ده اثار الغضب على موقع التواصل الاجتماعي بسبب المخاطر النفسية والصحية اللي ممكن يتعرض ليها الشاب ده، وبدأت الناس تعبر عن رأيها وتقول ان الشاب ده مربوط في شجرة بشكل غير ادمي، مناشدين بضرورة تحرك الجهات المعنية والتضامن الاجتماعي لانقاذه. طبعا هنا الام كلنا عارفين ان ده غصب عنها ومفيش ابدا حد يتحمل ان يشوف ابنه بمنظر زي ده، لكن هي ما عندهاش اي حاجة تعملها غير انها عايزة تجيب مصاريفها لبيتها ومصاريفها لابنها. بعد ما انتشرت صور الشاب المعاق على السوشيال ميديا شرطة فاقوس استدعت ام الشاب المعاق علشان خاطر ان هي تاخد اقوالها وليه عملت كده. طبعا هنا الام غصب عنها ان هي تربط ابنها الشاب المعاق ده في شجرة وهي رايحة شغلها طول اليوم، كانت بتخاف عليه ان هي تسيبه لوحده في البيت يحصل له اي مكروه او انه يسيب القرية ويمشي وما يلاقوهوش تاني. الام طبعا خايفة على ابنها رغم الظروف اللي هو فيها ورغم ظروف ان هو معاق ذهنيا، محدش هيحس بوجعه وألمه غير امه، هي كل غرضها وكل اللي هي عملته ده علشان خاطر ان هي خايفة عليه ان هو يمشي في اي مكان ما يلاقهوش تاني. احنا بنتمنى ان التضامن الاجتماعي يتدخل ويوفر معيشة للست دي كويسة جدا ان هي تقدر ترعى ابنها، هي مش عايزة تسيب ابنها يمشي في اي مكان، عايزة ابنها جنبها، فطبعا عمرها ما هتخلي باله منها وهي بتشتغل طول اليوم. ربنا كرم الانسان عن اي مخلوقات تانية، انا بتمنى من التضامن ان هو يتبنى السيدة دي ويتبنى ابنها بالمصاريف علشان خاطر ان هي تقدر تخلي بالها من ابنها، لان الوضع ده بصراحة ما ينفعش ابدا لشاب ان هو يتربط في شجرة بالمنظر ده. وبكده انتهت حلقتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.